ويسعد لي اوقاتكم جميعا. لما زرت الكويت كان من الاطباق اللي تقدم في المطاعم الكويتيه كبه العيش يسمونها، اللي هي كبه الرز، لذيذه لذيذه لذيذه. فعشان كذا قلت اليوم بسويها لكم، ولقيت انها مره سهله، يمكن اسهل من كبه البرغر. كل اللي تحتاجونه رز مسلوق، والحشوة أنتم على حسب رغبتكم، يا إما أنكم تخلونها لحم مفروم أو دجاج مفروم، بس اللي ذقتها كان الدجاج مفروم أليمة أليمة أليمة، فعشان كذا راح أسويها بالدجاج المفروم الحشوة، بس أنتم اختاروا الحشوة اللي تبون. عندي هنا كان صدور دجاج أنا فرمته في الفرامة بالبيت، أحب أني أفرم الدجاج في البيت أحسن من أني أجيبه من برا، لأنه ما أدري أحيانا ممكن يفرمون جلود معها ما أحب. فراح أحمسها مع بصل وثوم وفلفل بارد وبهارات وملح، ونجهز الحشوة لل الكبة. وبالنسبة للرز راح أسلقه ووريكم الحين وش اللي راح أضيفه للرز. وبعد ما فرمت الدجاج الآن كل شيء عندي جاهز، الحين راح أسلق الرز وراح أقول لكم وش الإضافات اللي راح أضيفها، وبعدين نبدأ نجهز الحشوة نحمسها مع البصل والثوم. الحين بقدر على النار نسلق الرز، بس طبعا كمية الموية تكون كثيرة، ونحط لها بس ملح وكركم عشان تعطيها لون، وشوي كاري. إذا ما تفضلون الكاري add water، إذا ما تفضلون الكاري ممكن تستغنون عنه وتكتفون بالكركم، أو إذا أنتم حابين أن الكبة تصير لونها أبيض لا تضيفوا لها لا كركم ولا كاري، بس اكتفوا بالملح add more، بس كمية الموية تكون أكثر من المعتاد، يعني أكثر من طبخكم للرز العادي، لأن بنسويها زي العجينة. وما تحطون زيت، يعني موية وملح وكركم وكاري فقط لا غير. شوفوا بوريكم كمية الموية شلون كثيرة. طبعا الكاري والكركم هو اللي يعطي كبة الرز طعم مرة لذيذ، فأنا فضلت إني أضيفها، أبيها زي اللي ذقتها. نبدأ نجهز الحشوة، الحين بحمس الدجاج المفروم ونضيف له معاه البصل، خليهم ينحمسون مع بعض، والفلفل الرومي. طبعا الفلفل الرومي يعطي نكهة مرة لذيذة للحشوات. وبعد ما يذبل البصل نضيف طبعا الثوم والبهارات والملح، وكذا تكون الحشوة جاهزة. بعد ما تغير لون الدجاج وذبل البصل نضيف الثوم، والحين راح أضيف البهارات المشكلة وفلفل أسود وملح عشان يعطيها نكهة. نحط الفلفل الأسود، ناخذ الملح، يلا حركة حركة وبس. خلاص الحشوة عندي كذا جاهزة، طبعا ما ضفت لها ولا نقطة زيت، حمستها كذا بموية اللحمة وموية البصل والثوم والبهارات. الرز عندي كذا خلص، تشوفون شلون معجن. طبعا راح أخليه يبرد تماما وبعدين نعجنه. هذا الرز بعد ما برد عجنته شوي بيدي، راح أفرمه بالفرامة عشان تصير العجينة ناعمة أفضل. وممكن تعجنونه باليد، يعني إذا ما تبونه بالفرامة براحتكم، لكن عشان تصير العجينة ناعمة أكثر أحسن لكم بالفرامة. والحين جاهزين للشغل، ناخذ شوي من العجينة كورها، بس يفضل انكم تحطون شوية موية، انا غلطت هنا ما حطيت شوية موية، تكورونها. بعد ما تكورونها تحفرون حفرة كذا في النص، تحاولون انكم ترققون العجينة شوي عشان نحط الحشوة. نحط شوي موية بالاصبع، شوي موية عشان تمشي معكم العجينة، تبدون ترققونها. شفتوا؟ ولسه بعد ما رققتها خلاص نبدأ نحط الحشوة. طبعا الحشوة أنا حطيت عليها صنوبر، وهذا أمر اختياري، أنا مع التصوير قمت أكبكب الدنيا بس ما يخالف. نسكرها كذا، والتشكيل عاد كل وذوقه، اللي يبي ياخذها يعني يسويها بشكل كور، اللي يبيها بشكل طويل أو معين، كل واحدة عاد واللي تبي. طبعاً الحين أحاول إني أسويها، بس المشكلة أنا أركز بالتصوير ولا تدروني أشوف هذا من الكاميرا نفسها،
الكبة قاعدة أشوفها من الكاميرا، ماني قادرة أركز زين. خلاص تكون بهالشكل، أو أنكم إذا زي ما قلت لكم تحبون تشكلون على شكل دوائر اللي تبون. أخلص الكمية وأرجع لكم. وهذه الكبة سويتها صايرة كأنها ليمونات عشان الكركم. الحين راح أدخلها الفريزر تتماسك وبعدين أقلها وتتقدم ألف عافية. طلعت الكبة من الفريزر بس شكلها جمدت بضمير، الحين بقلعها بزيت غزير ويكون ساخن. بديت أقلع، حاول انكم طبعا لا حطيتوا الكبة لا تحركونها إلين تشوفونها بدأت تتحمر من الجهة اللي تحت. لاحظوا اني ما قلبتها ابدا عشان ما تتفكك علي. البداية كان الزيت حار، بعدين قصرت النار شوي، وبعدين لما تبدأ تتحمر ابدأ اقلبها عشان ما تتفكك. وهذه كبة الرز وجهزت، عاد ما تحلى الكبة من غير دبس الرمان والليمون، عشان كذا قدمتها معها. وانتظر تطبيقاتكم وبالعافية.